أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم السيد محمد جواد العاملي أحد أبرز فقهاء تاريخ الشيعة توفي قبل أكثر من 200 عام بالتحديد قبل 211 سنة هو صاحب إحدى أهم الموسوعات الفقهية واسمها مفتاح الكرامة كان يعيش في النجف الأشرف أيام محاصرة الوهابيين لتلك المدينة المقدسة جيش جرار بعدد وعدة في وقتها كبيرة حاصر مدينة النجف الأشرف وكان قبل ذلك قد ارتكب الجرائم والجرائم في المدن الأخرى
من قتل الرجال والنساء والأطفال وغير ذلك. هذا الفقيه الكبير في تلك الأيام الصعبة، والقضية تكررت لأكثر من سنة، كان أحد أهم الشخصيات التي قادت وأدارت الدفاع عن تلك المدينة المقدسة. آنذاك الحكومة العثمانية كانت ضعيفة، لا تتمكن أن تجابه هذه الجيوش، فالناس بأنفسهم دافعوا عن مدنهم. بالنسبة إلى النجف الأشرف، السيد محمد جواد العاملي وزميله مرجع الطائفة في زمنه الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير، هؤلاء هما اللذان أدارا وبصورة مباشرة وبإشراف مباشر عملية الدفاع عن تلك المدينة المقدسة. وبالفعل ما تمكن أولئك من الدخول إلى النجف الأشرف، وبعد خسائر وقتلى منهم بكثرة رجعوا خائبين. أيام الحرب أيام صعبة جدا، فقدان الأمن من الأمور الصعبة التي تشغل الفكر والبال بصورة كاملة، خصوصا في مثل هذا الوضع. جيش جرار جاء يريد أن يقتحم المدينة ويسفك، والسفك أحيانا سهل بالنسبة للمصائب الأكبر من سفك الدماء، هتك الأعراض وغير ذلك من الأمور الفجائع التي ترتكبها هكذا جيوش. عدد جيشهم لعله كان أكثر من عدد من كل سكان النجف الأشرف آنذاك، بما في ذلك النساء والأطفال. إدارة هكذا وضع وبصورة مباشرة، إشراف مباشر، كانوا يأتون إلى المدافعين عن المدينة المقدسة يشرفون إشرافا مباشرا على الدفاع عن هذه المدينة المقدسة. هذا يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى فكر. لا يبقى للإنسان فكر عن موضوع ثاني. الناس العاديون في أقل من هذه الظروف، كل قواهم تحلل، لا يتمكنون أن يفعلوا الأفعال الأعمال العادية التي كانوا يفعلونها في الأيام العادية. ولكن هذا الفقيه الكبير رغم تلك الظروف الصعبة ورغم تلك المشاغل الكثيرة في إدارة هذا الوضع، في نفس تلك الأيام كان ينتهز بعض الفرص ليجلس ويكتب شيئا من هذه الموسوعة القيمة الفقهية، موسوعة مفتاح الكرامة. كيف كان يتمكن؟ وكلمات مفتاح الكرامة ذكرها بدقة، كتاب بمستوى عالي جدا، لا يعرف قيمة هذا الكتاب إلا الفقهاء الكبار. اسألوا الفقهاء الكبار ما هي قيمة هذا الكتاب، وكم هو دقيق في نقله في هذا الكتاب في تلك الأوضاع. هو في بعض المقاطع ذكر أنه يكتب هذه الأسطر، والمدينة المقدسة مدينة النجف الأشرف محاصرة من قبل هؤلاء. أليس عجيبا في هكذا ظروف شخص يجلس ويكتب، ولا يكتب شيئا عاديا، يكتب شيئا يحتاج إلى تفكير تركيز،
يعني تركيزه كان بصورة جيدة عادية في تلك الظروف الصعبة. تلميذ هذا الفقيه، فقيه كبير آخر مشهور بصاحب الجواهر، له قضية مشابهة لهذه القضية. صاحب الجواهر كتب هذه الموسوعة الكبيرة التي كانت في عصره أكبر موسوعة فقهية استدلالية، أكبر موسوعة فقهية يكتبها شخص واحد، اليوم هي ثاني أكبر موسوعة فقهية. كان قد نذر أن يكتب شيئا من هذه الموسوعة الفقهية الكبيرة في كل يوم. ذات يوم توفي ابنه الشاب، الله يحفظ شبابكم، الله لا يريكم هكذا مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. الأب يفقد شابا له، مصيبة كبيرة جدا. فقد توفي ابنه الشاب في ذلك اليوم الصعب الصعب. جلس عند جثمان ولده ودموعه جارية وهو يكتب أجزاء من هذه الموسوعة الفقهية. نموذج ثالث، أحد الفقهاء الكبار في أيام الحكم البعثي في العراق، بسبب مواقفه، بسبب مجاهرته بالحق، حكم عليه بالإعدام، وحكم أيضا على بعض أفراد عائلته. طبعا المخابرات العراقية آنذاك صارت تبحث عنه وعنهم، وهم قد اختفوا طبعا، كانوا ينتقلون من مكان إلى مكان، من مدينة إلى مدينة أحيانا. في تلك الأيام الصعبة شخص محكوم عليه بالإعدام، ليس محكوم عليه بالسجن والتعذيب، بالإعدام، والمخابرات تبحث عن هنا وهناك. في تلك الأيام ما ترك واجباته من توجيه الناس، وما ترك واجباته حتى في تأليف الكتب. عدد من كتبه كتبها في تلك الأيام. هناك كتاب له كتبه في تلك الأيام في يوم واحد فقط، وهو كتاب عبارة عن قصائد أنشأها ونظمها في تلك الأيام، لا في يوم واحد نظمها، 28 قصيدة في مدح أهل البيت وفي رثائهم، عن كل واحد من المعصومين قصيدة في مولده الشريف وقصيدة في استشهاده، وعن الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداه قصيدة في مولده الشريف وقصيدة في الظهور المبارك، 28 قصيدة نظمها في ذلك اليوم. والكتاب مطبوع، اسمه المدائح والمراثي، مطبوع أكثر من مرة. شخص محكوم عليه بالإعدام يؤدي واجباته كما كانت. في الطريق كان يوجه من رآه، عندما كان ينزل في مكان يوجه ويكتب. نموذج آخر، أحد الفقهاء الأحياء أدام الله ظلهم الشريف، في أيام الحرب العراقية الإيرانية وفي أيام حرب المدن حسب تعبيرهم، قصف من هذه الحكومة للمدن وقصف من تلك الحكومة للمدن، أبرياء، نساء، أطفال، عزل، قتلوا بكثرة في هذه الفترة، القنابل تنزل على رؤوس الناس تقطعهم. في تلك الأيام
في أي لحظة من الممكن أن الشخص يموت يقتل هو وأهله. هذا الفقيه الكبير في تلك الأيام كتب كتابا نافعا جدا اسمه فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام في القرآن. جمع في هذا الكتاب 265 آية قرآنية نزلت في شأن الصديق الكبرى حسب مصادر العامة فقط. والكتاب طبع مرات عديدة. سؤال: هؤلاء في أمثال تلك الظروف الصعبة كانوا لا يتركون واجباتهم، وأمثلتنا اليوم كانت عن الكتابة بالذات، الواجبات ليست فقط الكتابة، هذا كمثال. هؤلاء كانوا أنبياء؟ كلا. كانوا أوصياء أنبياء؟ كلا. كانوا من البشر العاديين. كيف تمكنوا أن يربوا نفوسهم هكذا تربية في أصعب الظروف يؤدون واجباتهم ولا يتخلون عن واجباتهم؟ كيف تمكنوا؟ جواب هذا السؤال في كلمة لسيدنا ومولانا إمام المتقين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة المتقين في نهج البلاغة. يقول: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. هذا الجواب. عندما يكون شيء عظيم في النفس بقية الأمور تكون سهلة، يستصغرها الإنسان. الخالق في نفوس هؤلاء عظيم، ما هي قيمة بقية الأشياء؟ الناس أصناف، صنف من الناس لا يفكر إلا في نفسه، صنف ثاني من الناس يفكر في نفسه وفي غيره. هذا الصنف أفضل من الصنف الأول، ولكن هذا الصنف أيضا على خطأ. صنف من الناس لا يفكر لا في نفسه ولا في غيره من الناس، يفكر ويهتم بشيء واحد، يهتم بما أحبه الله ومن أحبه الله. هذا الصنف على حق. هذا الصنف هو الذي يفهم الدنيا بواقعها. هذه النظرة هي النظرة الصائبة. من أنا؟ ما هي قيمتي؟ أنا أكون في هذه الدنيا أو لا أكون؟ ماذا يحدث؟ لا شيء. أنا أموت أو أقتل؟ تهتز أركان العرش لموتي لقتلي؟ لا. ما هي قيمتي في هذا الكون؟ أنا أهتم بشيء لا قيمة له في هذا الكون. لا أقول أنا ونحن، أنا وغيري من البشر العاديين، ما هي قيمتنا؟ لا شيء. 7 مليارات من البشر من أمثالي، أكثر من 7 مليارات. لنفرض كل 7 مليارات يزالون عن وجه الأرض، يقتلون، يموتون، ماذا يحدث؟ لا يحدث شيء. يحدث شيء في هذا الكون؟ لا، الكون سائر، كل شيء في مجراه. يهتز عرش الرحمن له؟ لا. تحدث مشكلة في هذا الكون؟ لا. أهتم بالشيء لا قيمة له؟ هذا فهم خاطئ. الذي يفهم الدنيا بقية الأشياء غير ما أحبه الله ومن أحبه الله، بقية الأشياء تكون هينة لا شيء، لأن واقع الأمر هكذا.
أكبرت أم كنت من العالين؟ الله عز وجل يخاطب إبليس عندما رفض السجود لآدم، قال له الله سبحانه وتعالى: أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني ماذا؟ يعني الله عز وجل يقول لإبليس: هناك احتمالان فيك، احتمال حتما مرفوض، فالاحتمال الثاني يبقى. ما هما الاحتمالان؟ الاحتمالان: إما أنه صدر الأمر لك أن تسجد لآدم وأنت استكبرت رفضت هذا الأمر، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون أنت من العالين الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم. أي الاحتمالين؟ أنت من العالين؟ أنت ممن لم يؤمر بالسجود لآدم؟ لا، أنت لست من هذه الفرقة، من هذه الفئة، فإذن أنت استكبرت. يوجد أفراد في ذلك اليوم في بداية خلق آدم ما أمروا بالسجود لآدم، الملائكة كلهم أمروا وقد سجدوا بالفعل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، الآية القرآنية. من هؤلاء الذين كانوا هم العالين؟ ما أمروا بالسجود لآدم في ذلك اليوم، من هم؟ هذا السؤال كما يروى سأله أبو سعيد الخدري من خاتم الأنبياء رسول الله النبي الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. قال له: يا رسول الله، أخبرني عن قول الله عز وجل: أستكبرت أم كنت من العالين؟ من هم هؤلاء الذين كانوا أعلى من الملائكة؟ من العالين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله جواب مباشر، قال صلى الله عليه وآله: أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. كنا في سرادق العرش نسبح الله وتسبح الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله عز وجل آدم بألفي عام. الله صل على محمد وعلى محمد. فلما خلق الله آدم، فلما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن تسجد له ولم يأمرنا بالسجود، فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إنه أبى أن يسجد. فقال كلام الرسول الله صلى الله عليه وآله: فقال الله تبارك وتعالى: أستكبرت أم كنت من العالين؟ أي من يفسر؟ رسول الله يفسر، النبي صلى الله عليه وآله: من العالين. العالين من هم؟ أي من هؤلاء الخمس المكتوب أسماؤهم على سرادق العرش. هؤلاء في المخلوقات القيمة الحقيقية، هؤلاء الذين لهم كل الحق في التعظيم، هؤلاء الذين الصديقة الكبرى سلام الله عليها عندما تشهق: أنا وأمثالي لو نقتل لو نموت لا يحدث أي شيء في هذا الكون أبدا، ولكن الصديقة الكبرى سلام الله عليها عندما تشهق شهقة، هذا النفس، هذا النفس الذي يدخله الإنسان إلى جوفه ويخرجه تسمى شهقة وزفرة،
شهيق وزفير، عندما تشهق أركان العرش تهتز، عندما تشهق جهنم تضطرب. هذه لها قيمة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هؤلاء هم القيمة الحقيقية في هذا الكون، في المخلوقات، أصحاب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وسلام الله عليهم عرفوا ذلك. كانت حياتهم محبوبة لهم ما دامت حياتهم في طريق خدمة أهل البيت. عندما رأوا أن موتهم خدمة لأهل البيت، خدمة لدين أهل البيت، خدمة لإمامهم لسيد الشهداء، تمنوا أن تكون لهم 1000 روح وأكثر. ما هي روح واحدة يفدونها لسيد الشهداء؟ لا قيمة لها أصلا. هؤلاء كانوا يفهمون، كانوا يعرفون. هؤلاء الذين في الزيارة بذلوا مهجهم دون الحسين، بذلوا، استرخصوا شيء رخيص، بالفعل رخيص بالنسبة إلى ذلك المولى العظيم سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. ما هي قيمة روح حبيب ابن مظاهر سلام الله عليه ومقامه العظيم؟ لا شيء. حبيب ابن مظاهر كان يفهم، كان يدرك أن روحه لا قيمة لها أمام هذا المولى العظيم. هذا المولى له قيمة. عندما يكون الإنسان بهذه الدرجة من الفهم، لا يهمه الأوضاع تكون أوضاع عادية، الأوضاع تكون صعبة، يؤدي واجبه في أصعب الظروف، يؤدي واجبه. كانوا يدركون. هذه الميزة ميزة الفهم الصحيح لهذه الدنيا، إذا وجدت في الإنسان تراه بكل سهولة عندما يعرف أن دين الله محتاج إلى تضحيته بنفسه بأبسط من شربة ماء يضحي بنفسه. ليست مهمة، أنا ما دمت حيا أخدم دين الله عز وجل، أخدم المحبوبين لله سبحانه وتعالى، نعم حياتي لها قيمة، لأنه يخدم، لأنه في هذا السبيل، في سبيل أهل البيت، وسبيل أهل البيت هو سبيل الله سبحانه وتعالى ولا غير. عندما هذه الحالة تكون في الإنسان، ترى أعظم مما صنعه السيد محمد جواد العاملي، وأعظم مما صنعه صاحب الجواهر، وأعظم مما صنعه ذلك الفقيه وهذا الفقيه. القضية تكون سهلة، لأن الشيء العظيم في نفسه شيء آخر. الدنيا ليست عظيمة، شهوات الدنيا ليست عظيمة، روحه ليست عظيمة عنده، حياته ليست عظيمة عنده، ملذاته ليست عظيمة عنده، تسهل الأمور. هذا فضل، هذه فضيلة، وجدناها ما وجدناها لا شيء. لا، ليست فضيلة، هذه ضرورة، ليست شيئا من الفاضل، إن وجد فحسن وإن لم يوجد فلا. لا، الآية القرآنية التي توجنا بها الحديث جدا خطيرة، آخر الآية خطير جدا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، إذا تلك الأمور أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. بقية الآية جدا خطيرة. والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني ماذا والله لا يهدي القوم الفاسقين؟ هذا فاضل، هذه فضيلة، أن الإنسان لا يرجح دنياه على الله وعلى رسوله وعلى جهاد في سبيله. لا، إذا كانت فضيلة والله لا يهدي القوم الفاسقين لا معنى له.
والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الذي يكون هكذا فهو فاسق. ليست مشكلة فاسق، فاسق مشكلة طبعا، المشكلة الكبرى والله لا يهدي، العياذ بالله تعالى. كلمة جدا خطيرة هذا المقطع الأخير من هذه الآية. الإنسان يراجع نفسه، الله ورسوله وجهاد في سبيله، أحب إليه من آبائه أم لا؟ أحب إليه من أبنائه أم لا؟ أحب إليه من إخوانه وأزواجه وعشيرته وأمواله أم لا؟ إذا كانت أحب فالويل. يعني القضية ليست أن هؤلاء الفقهاء الكبار كانوا في درجة عالية وصلنا إلى درجتهم فبها، ما وصلنا إلى درجتهم لا بأس، لا، القضية خطيرة جدا. القضية ليست فضلا، قضية ضرورة، يلزم أن يكون الإنسان بشكل الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إليه من كل شيء، من أحب الأشياء إليه، من آبائه، من أبنائه، من إخوانه وأزواجه وعشيرته وأمواله وغير ذلك. تصوري أن الآية جدا خطيرة، جدا جدا خطيرة. ليس لنا إلا هؤلاء صلوات الله عليه، ولكن الاعتماد، التوكل كليا على هؤلاء صلوات الله عليهم، من دون أن يمشي الإنسان، من دون أن يخطو الإنسان خطوات غلط. نحن كل اعتمادنا على أهل البيت، هذا صحيح، ولكن يلزم أن نخطو خطوات، أن نمشي في هذا السبيل. الأساس كرمهم، لطفهم، فضلهم صلوات الله عليهم، ويتفضلون ويشفعون، ولكن هم صلوات الله عليهم نهوا أن نعتمد على شفاعتهم من دون عمل. شفاعتهم تشمل إن شاء الله، ولكن هذا غلط، هذا طريق خاطئ، أن الإنسان يعتمد على شفاعتهم من دون عمل. يلزم أن نعتمد على شفاعتهم بعمل. لعلي أوفق في وقت آخر أقرأ لكم مقطعا من نهج البلاغة. الإمام يبين هذا المعنى، أنه هذا شيء خطأ، أن نعتمد على شفاعتهم، والإمام يعد أنه يشفع لنا في نفس المقطع، ولكن يقول هذا خطأ، تعتمدون من دون عمل، اعتماد مع العمل هذا هو الصحيح. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق الذي له قيمة في هذا الكون، بحق الذي له قلب هو وعاء لمشيئة الله اليوم، بحق سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم، اللهم بحقه أسألك، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، ارزقنا خدمتهم في الدنيا، ارزقنا زيارتهم في الدنيا، ارزقنا اتباعهم في الدنيا،
وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين